لها الدنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا أهلا وسهلا صحبة كنتم وأهلا ولنقل للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين وردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين كم عزمتم واجتهدتم في الليالي كم سهرتم وتفوقتم وفزتم باركوا للفائزين باركوا للفائزين بردت كل الطيور الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره وعلم موارد كل مخلوق ومصدره وأثبت في أم الكتاب ما قضاه وسطره لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر السميع البصير اللطيف الخبير فشمس العلم مشرقة ليس دونها سحاب ولا غبرة والصلاة والسلام على محمد النبي الرسول الأمي من قرأ الكتاب من جبريل وعلمه وعلى آله وصحبه الكرام البررة أما بعد أيها الحفل الكريم نحييكم ونرحبكم بمعهد دار الصحابة بمناسبة حلف التخرج أهلا وسهلا بكم حللتم أهلا وطئتم سهلا فأهلا وسهلا والسلام عليكم نحييكم بتحية من القلب يطيب شباها مسكا وريحانا وتحمل فضواتها حبا ووفاء ضيوفنا الكرام ما أجمل أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبح الدنيا وفيها أنتم فعلاه الضيوف حيث حلوا لهم في القلب مرتحل وحل خيول الشوق مسردة إليهم تبارت ما حيث ما صاروا وهلوا أهرنتي وحلوا سلاما يا سلامت إسلامك وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن كفر حسين هاي إن أنصب وياه مرتين لنا قيمة أي شرفت بلن أي هرجوك ويهين علماء لنا أي لا وياه والدين تأي أرضى معتك وحن لنا هاي حقوص دواتان معتك دار الصحابة مانتا مناسبة عن حلف الديسي صلى الله عليه وسلم أنا لقوانا يا حلفة داسي أو حلفة دي لوات وحانا الدولة يا مركة إن هالك بيري مرة بيه إن هالك أن كفر فرطه بغير مفتتح به الكلام أما هذا البوح يفر فرطه هو كلام رب الأنام على لسان غاري الطالب سويب أحمد عبد السلام فلتتفضل مشكور ومجهولة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ
آخرون فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ويحل علي عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركن معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين هذا نوح صد بين يا كلمة الترحيب باللغة العربية وأخرين دونا أنور الشيخ عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ضيوفنا الكرام أحييكم باسمي وباسم الطلاب والطالبات المعهد الدار الصحابة للدراسات الإسلامية واللغة العربية وإعداد الدعاء بتحية من القلب يضيء بشذاها مسكا وريحانا وتحمل في ضياتها حبا ووفاء ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أيها السادة والسادات بأفئدة تفيض بروح المودة وقلوب تنبض بروح المودة وعبارات محملة بروح الإسلام والإيمان نرحبكم وأهلا وسهلا بعدد النجوم في السماء وبعدد الحروف في القرآن أهلا بكم بعدد ما أنزلت السحب من قدرات وأمطار ولكم منا أجمل حب وعلى الحب نحب كل محب وتقبلوا خالص تحياتنا القلبية المعطرة بإذن المحبة والمودة أيها الضيوف الكرام لكم منا كل الترحيب والمحبة والتحية التي يحملنا عن مدى سعادتنا وفرحتنا بزيارتكم الكريمة لنا وبانضمامكم لنا وبمشاركتكم معنا في هذه المناسبة الرائعة وهذه أيامنا نمدها لكم بكل الترحيب والمودة بكل حب واحترام وشوق نستقبلكم ونفرش بطريقكم بالورود أهلا بكم مع كل شروق الشمس وغروبها وشكرا لكم ألف تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدنا وحنصود وليني الطالب عبد الله بن بلو وأخندونا قطبك صفصان علمي يا علماء فني إليهم
فلتفضل مشكورا مهجورا بعناية الرحمن. الحمد لله، الحمد لله الذي فضل العلم والعلماء وجعلهم ورثة الأنبياء وكشف بهم الجهل والبلاء ونور بهم الظلماء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الجهر والخفاء، ميز بالعلم العلماء وجعلهم كنجم السماء. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، إمام العلماء وقدة السعداء ومعلم الحنفاء، صلى الله عليه وسلم. كلما زادت العلوم وكلما غلت السموم. أما بعد، إخوة الإسلام، لقد رفع الله تعالى شأن العلم وأهله وبين مكانتهم ورفع منزلتهم، فقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ولم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء إلا من العلم، فقال له سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. وما ذاك إلا لما للعلم من أثر في حياة البشر، فأهل العلم هم الأحياء وسائر الناس أموات. وقال الشافعي رحمه الله: العلم يجل عما عن قلب صاحبه كما يجلى سواد الظلمة القمر، فلولا العلم ما سعرت نفوس ولا عرف الحلال ولا حرام. فبالعلم نجاة من المخازي وبالجهل مذلة والرغام. ولقد منع الله سبحانه المساواة بين العالم والجاهل لما يختص به العالم من فضيلة العلم ونور المعرفة، فقال سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة وأرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالعلم شرف لا قدر له، ولا يجهر قدر العلم وفضله إلا الجاهلون. قال عبد الملك بن مروان لبنيه: يا بني تعلموا العلم، فإن كنتم سادة فقدتم، وإن كنتم وسطا سددتم، وإن كنتم سوقة عشتم. وقال الشاعر رحمه الله: فمن لم يذوق مر التعلم ساعة تجرع الذل الجاهل من حياته. ومن فاته التعليم حال شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. عباد الله، إن طلب العلم خير ما ضيعت فيه الأعمار وأنفقت فيه الساعات، فالناس إما عالم أو متعلم أو أم بالرعاء. فقال سبحانه وتعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ولقد جاءت نصوص الكتاب والسنة ملوهمة بفضل العلم وأهله والحث على تعلمه وكسبه، فقد شرف الله تعالى هذه الأمة حيث جعلها أمة العلم والعمل معا، تمييزا لها عن أمم الظلم والجهل. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يضرب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي واصله في الصحيحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرتي شرفت بانا وقيمة بانا علينا هنا الله صبره لقينا هنا الأماهية ميشان جونا ومركز دار الصحابة بندق علمية بانا موجنينا مركز سوعات كيرو ميزة أنفرين هنا ودوه باطا حدنا وحن سود بينا يا طالب سهيب أحمد عبد السلام وآخرين دونا كتابك اللي قالنا أصول الثلاثة وحفظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن سلامة يا دمان مرتي شرف تكالدون وعاي أردي كمد أردي معتك دار الصحابة لعفظ المتون والعلوم الشرعية وعارى إلى ألكا كاغريو كتابك لا يقان الأصول الثلاثة أو إسكالية
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي الله نحرسه أنيقه سهيب أحمد. قال الإمام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى العلم هو معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الدين الإسلام بالأدلة. المسألة الثانية العمل به. المسألة الثالثة الدعوة إليه. المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاثة مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا أملا بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أضاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذا هو حوير محدثات باللغة العربية حوار ولا شيكيسيا وعربي لغو شيكيسانايا وحانا كو شيكيسانايا الله عبد الشكور عبد الشكور أحمد عبد الشكور محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الأمور؟ لا وكس ولا شدد، وأنت كيف تسير أمورك؟ الأمور تسير على قدم وساق والحمد لله. أين نولح الضوء هذا الصباح الميمون؟ في بداية الأمر دعني أظلم منك أمرا مهما، وهو أن تجعل سبيل المحادثة مفروشا بالزهور وألا تجعله محفوفا بالمكاره والأشواك. قبلت منك هذا الطلب وسأجعل المحادثة بيننا جذابة ولائقة لهذه الفرصة الثمينة. بعد ذلك أنا مشتاق اليوم إلى موضوع يتعلق بالحب، كيف ترى يا زميلي؟ وافقك على هذا الموضوع، ولكن أسألك هل تهتم أن تشاطر الحب مع الفتيات؟ بالطبع أنا من الشباب الذين يقيمون وزن الحب، لأنني أعتقد أن الحب هو حلاوة الحياة وبدون لا نستطيع أن نتمتع بحلاوة الحياة. يا أخي كل شخص على دراية تامة أن العشق ضروري للحياة، هل تقرأ القصص الغرامية؟ نعم أنا أهتم بالقصص الغرامية وطالع الكتب الغرامية. كيف ترى المراهقين الذين تظاهرون بالحب مع أنهم كاذبون لجذاب الفتيات ويستخدمون كلمات جذابة مثل أنا أحبك أنت شريكة حياتي؟ هذا صحيح، بعض الناس يستخدمون هذا الأسلوب، ولكنني أستطيع القول الحب والسعال لا يمكن إخفاؤهما، لذلك يمكن التمييز بين الحب الكاذب والحب الصادق. سنلتقي في فرصة أخرى. شكرا جزيلا. ولك أيضا. هذا هو حنسود هنا يا جو الله يقنا الريان وفي سيرة دونت كتاب قصول ثلاثة، فلتتفضلي مشكورا ومهجورا بناية الرحمن.
بسم الله ما عيبانك بلا الرحمن اللي نحريسنا نحريس جود الرحيم اللي نحريسنا نحريس خاص اعلم اقوم رحمك الله والله الله يكون حريستي ان انه شانك يجب وحكوه يجب علينا دوشي نتعلم انا برن اربع مسائل افر مسألة برسولة المسألة الاولى مسألة وكواد العلم علمك وهو معرفة الله الهي ولا برتو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم نبي ولا برتو ومعرفة دين الاسلام دين ولا برتو بالادلة ايضا الدليل كذب برتو المسألة الثانية مسألة لواد العمل به إلى وحى برتينا كعمل فشو المسألة الثالثة مسألة ستحاد الدعوة الاسكوية إليه شيء وحى برتي المسألة الرابعة مسألة أفراد الصبر إنا وعد كيسة على الأذى لبك دوشي سفيه دعوة كاسو قارك والدليل وحو الدليل قوله الله هذا الكيسة تعالى سر يحير والعصر عصر كان كده أرتاه إلا الإنسان بالآدم كونان لفي خسر قصارته كسوينيين إلا الذين كوي موئي آمنوا رمين وعملوا سمين الصالحات عمل ويرعكسنا وتواصوا إسكود الدارمين بالحق حق وتواصوا إسكود الدارمين بصبر صبر قال الشافعي حولي رحمه الله تعالى الله ونحرسته لو ما أنزل الله ودال نصد جلين حج تنقر على خلقي يا دوميس دوشو إلا هذه سورة سورة دموي لكفتهم ويكوف النالد وقال البخاري حوله رحمه الله الله ونحرسته تعالى سر يحوير باب العلم إني وحلى برتو بابي قبل القول إنت الوها الإنكار والعمل إنت السمين والدليل وحو دليله قوله الله هذا الكيسة تعالى سر يحوير فعلم أقو أنه شانك لا إله معبود حق وعبد إن جرين إلا الله وعلمه إيه واستغفر أن الذنب لا فيسه الذنب كذنبك فبدأوا قبل بالعلم علمي قبل القول إنت الوح الإنكار والعمل إنت السمين إعلم أقو رحمك الله الله كون حريسته أنه شانك يجب أن أبرنا يجب حكو أجب على كل مسلم قف والباء مسلم ومسلمة غير والباء مسلمة تعلموا أن أبرتان هذه الثلاثة مسائل سدح مسألة برشاد العمل بهن أن يكون عمل فران الأولى مدك واد أن الله عليه خلقنا هنا ورزقنا هنا أرزاقه ولم يتركنا مناتين همرا سعيار بل أرسله ونصدر إلينا حقين رسول الرسول فمن قفك أضاع وأضاع دخل الجنة جنوه قلي فمن قفك عصاه كعصي دخل النار نار قلي والدليل هو دليله قوله الله تركيس تعالى سر وحيري إن عرقة أرسلنا صدرنا إليكم حقين شهيدا نيمة قاتك عليكم دشين كما سي أرسلنا عدرنا الرسول فرعون إلى فرعون أدرنا الرسول فعصاه كعسي فرعون الرسول فأخذناه واقوان أخذ قوشا وبيلا أرق والدليل الثاني مدلوا أن الله على لا أرد أرالك موهو أن يشرك أين للشرك مع أولي جركيسة أحد قف في عبادتي عبادتيسة لا ملك مي مقرب الله ولا نبي النبي مي مرسل لصدر والدليل هو دليل قوله الله الكيسة تعالى سر وحير وأن المساجد مساجدة لله الله اسكن فلا تدعوها كعبدها مع الله علم عيسى أحد قف في عبادتي عبادتي الثالثة مدى السدحات أن من أضاع الرسول خفك رسولك أضاعه ووحد الله لك ليكنك لا يجوز مبنى عن قفكاسي لو قفكاسي موالات من إنو حريريو حاد الله قفك على نعب رسوله ورسولك سلام ولو كان وهذا أقرب قريبا كرامتك كوله والدليل وحو دليل قوله الله والكيسة تعالى سر يحير لا تجد مورا سيدنا الله قوما قلا يؤمنون رميسا بالله الله واليوم الآخر من القيامة يؤدون أوجع من حاد الله قفك على نعب رسوله ورسولك سلام ولو كان وهذا آباءهم آباياشك أو أبناءهم المهد أو إخوانهم ولالهد أو عشيرتهم قراوله أولئك كواسي كتب الله كقر في قلوبهم لا تحظى الإيمان إيمان وأيدهم كحوتي بروح الروح من الله حقيس ويدخلهم يقولون الله جنات جنات تجري سعان من تحت عوص الأنهار وياش خالدين ويكوها فيها جنة رضي الله الله كرى لقد عن محقه وردوا الله كرى لقد عن محقيس أولئك كواسي حزب الله على حزب كيسوي
على إن حزب الله على وياي وربرار وياي إن حزب الله على حزب يسوع هم أيقون با ألقوا في الحين كوجو ليستون باي. هذا ما حصل وين يا الطالبة إخلاص وأخرين ضمت كتابك أربعين لو وحفظة صرت تفضلي مشكورة وماجورة. عن أمير المؤمنين أبي عبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وما كانت هجرته للدنيا أصيبها امرأتي ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن مسمع البخارى وأبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم الغشاني سابوري في صحيح الذين وما أصح الكتب المصنفة. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسرد ركبتي إلى ركبتي ووضع كفتي على فقدي وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت فعجبنا له ويسألوه صدقه. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فأخبرني عن الساعة. قال بل المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاظ حرات العالة رعاء الشاة يتضاولون في البنيان ثم انطلق فلدت ملية ثم قال يا عمر تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله وأعلم. قال فإن له جبريل أتاكم نعلمكم دينكم. رواه مسلم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. عندك من المواضيع؟ ليس عندي موضوع مهم. كيف ترين إذا تحدثنا عن حالة الصومال؟ هذا موضوع صعب. لا بأس نتحدث عنه قدر الاستطاعة. متى نالت الصومال استقلالها؟ لا أعرف ذلك. هل هناك نظام قوي؟ ليس هناك نظام قوي في الصومال. هل أنت من أبناء الصومال؟ نعم أنا من أبناء الصومال. هل تحبين الأمن والسلام؟ نعم ولكن كيف نجد هذا؟ لابد أن نرجع إلى الكتاب والسنة والسنة. يا صديقتي هذه نصيحة جيدة. تطبيق الكتاب والسنة نجاة. نعم هذا صحيح. شكرا لك. أنت أولى بشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أمير المؤمنين مؤمنين تأميرك وعلاولي أبي حفص حفصة بيدا عمر كي بن خضاب بن خضابة رضي الله عنه لا كره اللغذة قال وحيري سمعت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلام قال يقول عليه إنما الأعمال ماشى بالنيات نيات كل سوا وإنما إن كلامه لكل امرئ مقفل بمحصونا معناه وحوله فما قف كي كانت تجريته وجريسة لدنيا الدنيا أو سماء يصيب أو ينصر امرأة أمين يكوها وقرسه فيجريته وجريسة إلى ما شيء بانسة أجر إليه وجره رأوا أور من حديثك إمام المحدثين ومحدثين تلاقي الموت أبو عبد الله أبي ساوري محمد بن إسماعيل بن إسماعيل بن إبراهيم بن إبراهيم بن المغيرة بن المغيرة بن بردسمة بن بردسمة البخارى مقالة نزبي وأبو الحسين الحسين أبي ساوري مسلم بن حجاج بن حجاجة بن مسلم بن مسلم القشيري قبل القشيري كرشي اللي سابوري مقال نسبي في سبيل علماء الواصع لها الكورين الذين الواصع لها هما أصحى الكتب كتب تقوص عسن المصنفة يا الغري. الحديث الثاني حديث كالواد عن عمر الأولي أيضا مر الواد قال وحيري بينما وقتي نحن أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كابتس أنجوني
ذات يوم مالين مالي ما كمد اقبل على نوصر علينا ودشينا رجل لين شديد بعض ثيابي دكيس آد وعدين شديد وصراد الشعري تنتيس آد المولودي لا يرى ما يكمغن علي نك علي الدشيسة أثر السفر سفر راتكية ولا أعرفه من القرنين منا نقى حالنا وميت أحد وقف حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا النبي إلا وكلف في الاستي فاصل له التيري ركبتي جلبيسة إلى ركبتي نبقى جلبيسة وضع وصار كفية على عليسة على فقدين البوديسة قال عمر نكي يا محمد محمد أخبرني قبر عن الإسلام بسرعة لماذا قال وحير رسولك الإسلام والسلام ما أن تشهد وإن أكرته أن لا إله معبود حق ومجر إلا الله ألم يعني وأن محمد محمد رسول الله إلى رسول كيسوريا وتقيم الصلاة سادين أوتو وتؤتي الزكاة زكاة دين أبعصو وتصوم رمضان بشر ما أنا صمت وتعج البيت بيت كوين عجزو إن استطعت أجاوز إلي بيت كاسي سبيلا والدعار قال وحير ليكتي نجي صدقت رم باشكتي فعجبنا وعلمنا لو نكسي يسأله ويديني ويصدقه ويرماني قال وحير نجي فأخبرني قوار عن إيماني إيمانك قال وحير رسولك أن تؤمن من أرمسه بالله يا ملائكتي ملائكتيسة وكتبي كتبتيسة ورسولي رسيشيسة وتؤمن واليوم بالآخر ما أنت أخرين أرمسه وتؤمن بالقدر قدر فأين أرمسه خيري كيسة خيرك كيسة وشري كيسة شرك قال وحير النكي صدقت رم باشكتي قال وحير النكي فأخبرني قوار عن الإحسان يسانك قال وحير رسولك أن تعبد الله إلا وين أعبده كأنك ترى أركيسه فإن لم تكون أدائين ترى مدركي فإن وصاه يراك كوركا قال وحير النكي صدقت رم باشكتي قال وحير النكي فأخبرني قوار عن الساعد سعد غيامه قال وحير رسولك والمسؤول كم أحد بيدين أنا سعد قيامه بيانا كم قرمي من السائل كم أحد بيديني قال وحير نيكي فأخبرني قوار عن أماراتي على مدى قيامة وقرني قوار قال وحير رسولك أن تلد الأمة وبتها أدعط هنا لشاسيدية وأن ترى هنا عرفته الوفاة كوكا والأنتا العرات يا قلنا العالة هنا يا الشاهد بديار كل عجرين أتباورون وترتمان في البنيان اللي اسمه ثم انطلق منك يوتي فلديت أن يهمليا مالما ثم أنت أكذب قال وحير رسولك يا عمر عمر تدري مقر من السائل كم واحد يديني قال وحير رسولك وقال وحير رسولك قال وحير عمر قلت غيري الله والله يرسولي رسول كيسا فعل مقرنا قال وحير رسولك فإنه كاس جبريل جبريل أتاكم منيما يعلمكم منه نبرو دينكم دينتينا الحديث الثالث حديث كزداد عن أبي عبد الرحمن أبيس وعلاوري عبد الله بن عمر بن عمر بن خطاب بن خطابة رضي الله عنه لا كرام لغذاء قال وعيري سمعت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أمقلي يقول والي بني والدس الإسلام والإسلام ما على قمس شمدش أرد لسه شاهد قرطان لقيل أرد لسه أن لا إله ما يبود حق الوئي المجر إلا الله إلا مياني وأن محمد رسول الله رسول كيسونية ويقام الصلاة ثلاثة دين أبتو ويؤتى الزكاة دين أبتو وصوم رمضان بشر وين أصمتو وحج البيت بيت كين عجسو بسم الله مجعي بانك بلاوي اللي الرحمن نعيز تقول حيثني اللي الرحيم نحيث قارهان حيثني الحمد معدونا لا لك الحيث أسوناتي رب العالمين عالمين تربي قضا اللي الرحمن نعيز تقول حيثني اللي الرحيم نعيز قارهان حيثني مالك يوم الدين أول من أنت ما أنت بقر كذا إياك أذنكم من الله نعبدك عاودينا وإياك أذنكم من الله نستعينك كالميديسنين إهدنا الله ونوهنوني الصراط وضدي المستقيم يتصنت صراط الذين كو وضوا هنمتعوا نعميس عليهم دشادة والمغضوب كو عرط وضوا ما عليهم دشادة والضالين كو رمس وضوا ما بسم الله مرعي بانك بلاوي اللي الرحمن نحرس تقول نحرسني اللي الرحيم نحرس قارها نحرسني قل حدا نيسو بنو أعوذ لهم منقلي برب الناس الله تتكبر باريو ملك الناس تتكبر كو منقلي إلى الناس الله تتكبر عودانا منقلي من شر الوسواس كما حساسين شرك إنسان كما قلي أرخى الناس يا رمشان الظن الذي كاسه ينسوس الوسواسي في صدور الناس ضدك لا هو من الجنة جنة يو الناس ضدنا بسم الله ويعيبانك بلاي اللي الرحمن نحيث تقول نحيث سنة اللي الرحيم نحيث قال هم نحيث سنة قل حالا نيسو بنو
أعوذ بها من قلي برب الفلق الله قادر دليه من شر ما شيء شركي سان كمان قلي خلق الله أغوره ومن شر غاسق ديح مودي شركي سان كمان قلي إذا قرتي فقبل أمودي ومن شر نفاتاتي كوحف شركي سان كمان قلي في العرض قلت ما كنت حففه ومن شر عاسد كم واحد شركي سان كمان قلي إذا قرتي حسد وحسده بسم الله من عبانك بالله الله الرحمن نعيز تقولنا حديثني الله الرحيم من حديث قالها أن حديثني قلوا حالا أنيس وبنو هو شأنك الله ألا أحد ما هل الله ألا أنسى مدى أمدك حاجين كلا قصده لم يلد حامودا ولم يلد أسان لمدا ولم يكون مياها له ألا أحد قف كفوا أرقمه بسم الله من عبانك بالله الله الرحمن نعيز تقولنا حديثني الله الرحيم من حديث قالها أن حديثني تبت ألا يهوكت إذا أبي لهب أبي لهب ليس قعمت واتبعوه اليوم ما أغنى حومة عن حقيسة ما له ما الكيسة وما كسبه في شقسته فرسل أبو قلي نار النار لا تلهب هلع صاحبه ومراته إسلام تيسنا قلي أم جميل هد حما لتلحظ بحواره مستبانات في جيدة قرطة حاها حب الحرك المسد المصر ومانتا ماذا ليس كوبا خريا بلشذا انتي منعين لو كلام اقنانين ما عد كدار السحا مولاني نسي با ما هذود نسكلا لا مسوب عدكلا مسبعي اقنتي موجد اندمانين وما سيدي ملام نعد كلويا ما ملكنا قوشي اكو قاني مرتبت معلم انتي مسكح زيدا ايام نانك ايدي دعا موية من القهودا نوح اوقل ما جرم مانتا ياني دون ذينا هدي انا نبوغنين مانتوا ماذا ليس كوبا خريا بلشدا انتي منعين لو كلام اقنانين الف مال انت يا ابو ربان الشهادة وقرا هدبا انت ان اعوذ ام نركيس وانفل ادقونا رسول كبان ام ندي سنا هيا انت شفع عقاد اقرا الله نقضى وركذا سغى البلاد استريح يا اردو ابتدى انجقى يا يوم نحدي قاد يا ما يناوي نيدي اودي دبكي مرتي اني قاوى الكسين ايبا يبكى هاي غفصم من توى ماذا ليس كوبا خريا بلشدا انتي منعين لو كلام اقنانين عرف مال انتان بالاوي يومان تحت لايقا اباهينا انفعيقا اردك ايقوا اوهيقا اند الدوكسيقا ايقا ايونا عويقا اباهي نفتو ايكو رسماتو ارقي ساويرويرا واحد انت اوبرتي امنا اوندرتوا دوني دو برواقي داعت اكو جوغي داوين كيبلس كي دولي اكا لحدي اسلام كيغا ان دفاعو ان ديغو دليل كهستم من توا ماذا ليس كوبا خريا بلشدا انتي منعين لو كلام اقنانين بحيان دلال كاية درح ما إن كان مري وواد كيس دل كوائنا نقار دارجي دارت آخيرا دمدو جنة اللي قدادهي والد كينا كادر دوتا درك حوت كبيهيس قوشي يو ديار بامنا انتميس كاي دلتال فرح ديدا درك مانتا وائنا ندبل دقي ايقو عاوي يو ددوينو ايدر بانتو مودل كي دلك كي والروادت كي وكل اللوات من توا ماذا ليس كوبا خريا
بلشدا انتي منين لو كلامقنا نيني متشرف قيمه وحن كعدسينا ان ارضي انت انتي بسوي استهدية وحن خريق اي نوضهم ما شاء الله هكا وهكوك برنامج كي حلفدة او ارضي انكود دهني وحن كريم السين دونا متشرف قيمه وكريم دون ودين تيما عرمضة هذا هو كلمة سينايا فضيلة السماحة الوالد شيخ أحمد ولي فتفضل ونشكره ونجره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال مركب كوبات إله سبحانه وتعالى وأنه مهد علينا عليه نقول كل مية قابتن آت كأقرب ضبلا عن هنتي كخير بدن فديو يوم ملا ما رتي وقت الغد ميلو الله هذا مركبات مهد إسكاله هنتي آت بنو فرح سنة هاي عروتا يوم مركز كدار الصحابة إيسو صارين وحي أغرنهين بان آد ووفر حي إنت أنا قضب كاس وحكاتهين وحان دوني أنا نفتي ذي النفتي إنما إنو قبل أرجيو إنا إلهي سبحانه وتعالى أنك عبصن الله سبحانه وتعالى قرآن كسو حكولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وكوي اللي الرسول كرميه الله سبحانه وتعالى كدور صدا والله سبحانه وتعالى كعب صدا هانا صوت إيمانينا أو آخرها آذينا أو هاقيروننا إلا إنه المسلمين أو إله سبحانه وتعالى رميسا مولانا إنه ومركا إله سبحانه وتعالى في الودي دي هاي إنا إيمانو أنغو ماركتي أما قالاء أما إله سبحانه وتعالى أن رميسنين قضب كأن رو مركا إنا نوقف بوا إستغانا قضب إنا نوقف برا رجيو أبط كامانت وحقرين هي إله سبحانه وتعالى أو نود قي إن تربية الله وحكته له أسألكم مدرنا هالحديث أو النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وهوشا كجاه الله يو أيام ربنا نفتي ذي نفتي نوك بالرجيه وحنا يوم محمد نوشا جي عليه الصلاة والسلام قف كأدمها مركود إنتو إنه أعماش وسمين يو لن أيقوس وحي عمل أو سمين جرتي صلاة حج صوم وحي أعمال خيري هاي الإيماني صوت نمبا هدي نفتو وكابا حضو إنا إنتا أكو أكتا عيدك عربتا ملحا وحي واجر مركا كسارا والله غفر ديم ملحا مركا النبي وثوليه عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقضى عنه عمله هدو إنا آدم أود انتو إنا آدم أود انتو بالآدم قاد أود انتو عمل كيس إنتا بكو إجيهي واطن ماضي نبي لو حكسو استنادا وكسو الرابي صدح قف عمل كودا هداي بنتان أسوه سعونيا صدح ذا قف هداد كمبتاي عمل كادي مركاطي متو أبو قبرك كجرو أيو كسعونيا وحاكم إذا النبي أوشيق عليه الصلاة والسلام صدق جارية قف الله بحي صدق جارية وحاكم إذا العيل قدو وحاكم إنها وضع بالآدن كأي مران أبو بحسو إنت ماركتي وضرة أي جرتو أما عيلك لقع عبايو أما مسايد أدلستي أما الدكسي أدلستي إنت هوش أي سعوتو الدونك أجرو أعماش أبو قبري كجرتو أيكو قوي ما نيسا وحاكم إذا علمي ينتفع به علمي أدبرتي قف مسلمة علمي قيل عصيان بالآدن كسي أنفعي انتو قفك حرفك برت حرف سي براي سي برايو اي نصابي كو سونهسا وا قوبو كلاواد قوب كان او جيرو waxaa weeye marka walad salih yadu leh walad salaha ama almawana aksan oo ku soo duceynayo marka aad qabriga tagto aad maartay tagto oo aakhara aado cunug wanaagsan oo ku duceynayo aad ka tagto sagana amal ku soo gaaraya hadith lagu yahay nabi kaleey salatu wasalam قفك مركو دنتو وإنيشي عمل كيسو قوي
مر وقفك آخرتها جو جنة هو درجوين درجوين بيلاده مركا قف أسوى مال درجة هو سكيل جرو أي كور لو طلع يا وكور لو قال مال سنة لجينيا وهو يدينا يا مركا أعماشا ماشا أنجو محل لقى علي أو ماشا ليجي أو ماشا كور ليجي وحل لي ولد كادي أما إلما هذه يا وحى كو صديقي أما وحى كو بحيي ساد درت هذا ماشا كور كتبت مركا والدين تا لنتين أنكور هينو وحانو بحنو صدقانو بحنو ماركتي ويجاريسا ويوتريسا ولو الدرجة ما تكون له وسي قامية مركا ولد صالح يدعو لسه يلوه الكرا المكوس يدعيه وما انت هذا زمن كان أنجو قلنا مكا لما تكود عينه يو. سؤال شو حيث يسه يلوه الكرا دا العنق الدين تبرته والعنق كتاب الله سبحانه وتعالى يسونا الرسول بعنق أدبرته وصوه وناكسن أدكتكته وحاشا كلانا عنقا إنو كاور هيندونو عنق والدك أدكو حدا إنو يهي أما عنق سكون ميان الدين بأبان بارين وهدو كوكو عاسي سوكا يوور هيا آد بيو أدكته آد أيو أدكته مركا وحان رمنا إنا الماء إن شاء الله تعالى سال هذا التربية سين إنا أدكو سي دواشان والمارك تي التربية وناسا عورت سيسان إنت هذا نوسو قد بمركز كدارو الصحابة فونتي مركز كا سوولاد كيشة يلا وقايب كوكوبينها ما انتنا انا اركيني قايب وقايب تحفيد وتقانين وميشن كويالو قايبنا وقايب معدة سفرتن سفرتي حفلتي كوريسي حقان جوغني قايب عربي اي صوبني ولادر واني دواجي ايشيك هاي مركز كا وحوصو عاصي حولي انو سميو قرشوني فربضان هذا مركب واتك في إيش يجي حفلتان إني معدك قيبتي عربي جها ويس عطاد هذا مركز الناس يبون دي جايين إني ماشي دي لسكمو وذكروا قيب تحفيده وقرآن كله برنا يو يا قيب متونتي يا عربي اللي وبرت الله الرمو لسكمو الله حواذ كرو مركب واتك ويف كلامه وحي سمين شاء عبد الغني معلمين تنسى إنا أنت وصهران قيبتي معدك أحد مركب معدك عربي بس كم هو وده وسيب العادي فروع لو سمينه متون تبي كتره وانا جه دار كيني قالت ما ركتي نوع جبسي المير يرى واربعين كمان دوش كأغنيان ومع ذلك تان دوش كتفسير يا ولما أركن تان جوانك ولما أركن كتاب كتفسير واركي مسكح لك أغنيان ومع ذلك تفسيرك هذا السار كسر كسار يا قروح الله يا بهي أو مسكحة كتفسير أيان مسكحة كهيان وعجيب مركب وحالين هاي إلا قفا إذا استو ما أتكاس وعيش يا ولادبة إني هذا وقتي لو بديي وقتي ما ركت اللي قريت دونه أفر سننا المها ما ركت شابل وسين دونه يو بلوين مركب وحالين هاي إني كفا إذا استان مركز كه ويرت هاي مركز تحفيد أو ما ركت معلمين تور مركز سميان ومع ذلك معد دنا سد تحفيد كي معد فرع كعلو سميي قال بقول يرتين له لو تروح يكون توصل ساعة مركز كدار وصحابة نشاطات كجرو يفرع عروض كجرتو يشتغل كجرتو المهم مركز يا مركز قرآن سميان هذا ما يلك عليه يهوس إلا يجرتين معيد هوس إلا يجرتين هذا ما يشم بين اللي كان عروض يا مركز كل ما يقرانك وحوف عن يتكب الله وحوي اللغة العربية لغة عربية كوبرتو هذا كتاب هذا كوسي أخرستو كتاب هذا كوسي أخرستو وما ركتي دين دو حكا فهمو سنة دو حكا فهمو تفسير القرآن غير كي سنساو تفسير يا عروتا وهم علمينتم باباري مركا هل يغفى ليست مركزك رونتي مركزك فرعونية تدوير كوهو هو الله أصلا كاملة إنو معتك تحفيدك قيب تحفيدك وسوسي هذه قيبت المعتك اللي هو برانا يحفظ المتون اللغة العربية عرضة لك صحيح إلهي بركيو شيخ عبد الغني انا صاحبنا يا ابو فرعون مركز كان قاعد بنور هيا رنت الجود كبحيو دي جود انا عرفت واحد ان ليس الخبر كالمعاير واحد ان دها كويسو يو واخ لا شيكيي وكافك الديري تن هدا انا ان دها كو هينبا حب بدلنا كهينو في فرعونيدا يا شيخ عبد الغني الله بركيو سو كو مركزك ومكا قيب مركزك هذا دواركيسينو
tartankii gaaris ka jiray uu ka qayb galay haddana sheekh wuxuu sheegay ilaa iyo lix cunug inay shahaado maanta ka qaadanayaan markaska oo shahaado lagu duunsiinayo wuxuu kaloo maraakiista inta badan cabdiqalla dheer yahay inay ilmaha iskuulleyda inta badan uu qur-aanka xifdisiiyo weli maana arkin ilma cafan ilma iskuulley ah oo iskuul akhristo oo qur-aanka dusha ka hayo ilaa markaska baan ku arkay aniga oo inta maraakiista ka warhayo markaska waxaan ku arkay ilma iskuul akhristo oo maca dalika maskaxda ka hayo sheekh cabdiqalli baa weydiiyey wuxuu yiri bacda maqrib markii dee inagoo dugsiyaha caadiga aan akhrina aan iska fasaxno asaga wuu soo laabtaa wuu akhriyaa diniya maqraati bay ka tihi waalidiinta marka waxay ku tusi taas ilmi iskuulleydaha inay waqti fara badan la siiyo oo bacda maqrib soo noqdaan saa darteed waxay xifdinayaan qur-aanka toos bay u xifdinayaan marka markaskan waxaan dhihi karaa dhammaan ilmaha joogan waa taxfiidley sababtoo waxaan dhaqan ku naqaanay ilmahaan iskuul akhrisanin keli inuu qur-aanka maskaxinta badan ka qabto ilmaha iskuulleydaana ay qur-aan qaybna xifdiyaan qaybna galab iskaa noqdaan laakiin markaska waxyaalaha nashaadaadka uu leeyay waxaa ka mid a hawshaas runtii aadnaan ugu ammaano sheekh cabdiqani alleena hor u soco ilaahay ha barakeeyo markaska iyo waalidiintiisa iyo ardadiisa iyo macalimiintiisa dhammaan ilaahay subxaanahu watacaala waxaan baryaynaa inay xafada xafad ku xigto tu ka sii qurux badan sidan ka sii weyn insha allahu tacala inaan iskugu imaano aad baan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wasala allahu wasalama calaa أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عدني الله وإياكم أولا وحول مهد علينا يا مرت شرفك كسوة غيب قلي مركز الدار الصحابة صلوات عليه وعن آد ومهد علينا قبلها مروا البتاغن إن المعلمين تلشغيان المها وحبر الشهر إن يكون دلالان يعني آد ومهد علينا يتقل عنه مهد علينا معلمين سوق ونغابس حفل دان آد هير كسروه مركا تلعبت إن شاء الله تعالى مجعلنا هاو كسير إرادة وحاربا وحي ما قدع إن انقطعت إن شاء الله تعالى دلالك والدينتا يو معلمينتا اي وضان انا اللقاء عجيسين سلا اركيسين مركز واركيسين ادي الماء قرآن بس لبرعي واركيسين اميا شعب غنى خير الناصي يو معلمين تيسا وحا ايكو سياديين مركز كا دار الصحابة مركز حان اللي هي معلم بس وح موري كارو والد بس وح موري كارو إن محام قلت هيا قال لكم اسم جديد الدلال كان ليلة وضع وهو شيء قمر شيء مركز إنه حق كيان وأنا هتا أنقران بل سي قيمت عربي هاد انت لوسي وريجي متود انت لوسي وريجي مركز محان اللي هاي والدين تا إن أي المها مركز قرآن كعفديان أي كل الدلالان إن أي متون تدياريان وي عربي أي برتان اللي المحي يلي عربي هو محان كلها وفرها علمي قف قد دول عربي قرنينين محان كلها قرآن وقرنينين علمي ما أقامه مدارس تمرك هذه انت بدن آت تكتو محان كلها مقررات كلها بر تمرك هذا تكتو عنق هلك قفك أو قرآن أقالين مدارس تقول كلها مركا أنا هدو معلنا هاي دربونا قرنا أمريا ilmaha madaarista dhigtaan qof walba qofkii ka horeeyo ama qofkii lambar soo galo waa qofki qur-aanka aqaano iskuulka markaad tagto likewise qofka lambarka soo galaayo ama ilmaha ugu fiican oo ama galaaska hogaamiyo waa qofki qur-aan aqaano marka muhiimadda waxaa waa in qur-aanka lagu dadaalo waalidiinta ay dadaalaan macalimiintana ay dadaalaan la wanaajiyo isfahanka ka dhexeeyo macalinka iyo ardayga taa waa muhim alen maxaa yeelay macalinka cunug maxaad u keenaysaa asagoo waxba garanaynin magacii aan garanaynin alen maxaan ku dhahaye waxba aan qori karin markaasaa lagaaga soo saari sidii hadda aad arkaysay ciyaalka maanta wax u akhrinaya kol maxaa badaynaa macalimiinta waalidiinta iskaba dhaa macalimiinta qaar ma aqaanaan kitaabahan hadda ilmaha ay akhrinayan
مرك دو عن وعمرك مهمي معلمك أنا عن قال كوس وصاري إما مرك أنا وناجس حالي كل ما تصيد أمك فهو أبوك خف كستو غير الجوس وأبها عن بمرك خف كستو عن قال كوس وصاري أم هاي يرادو أم هاي وين الأدواء معلمك هذا مرك وهاي أنت بدو والدين تأذى وفربان عرق مركو القرآن كبجو إنه عرق داغة كبح وعرق دتك قار والدين قار أي كيف هنسيان معلم كعرق إنه ولد كل نقطة وعلي ما الله مري مركا عرق معلم كي وكور مع القرآن كمركو ربي إلما هذا رتينا وانت بدل مركو عرق القرآن كده من ملهو تاجي ولا ربنا بو إسكوفري مركا عليها دي أتقرب كل نقطة هذا عرق دل عن عرق له أنفعي هذا واي معلم كمان معلم بريه دو ما تدو جو بريه مجو مركا وأركي سانك إلما مساجد كوجران هذا خيار مساجد كوجران سانك أنا هذا معلم أنا إلما مساجد كوجران رمضان مركا بيش رمضان هذا لتقفل عرق له الشيخ هم القرآن عدسي هم المساجد ما قلقها حال الدين سنتين مراجع مركا ورنتين هو مغلي على ذي الوالد كان أفر سنة ست سنة وهردة سرت كشنات بوسوكي مهردة كصباح أنتوا كل ما هو ده الشيخ هذا العون تبع مركا تعاوى الذين تقعد أيهرت وقولي تان إن المركا سد حسن المركا اللي جوه هالمرأة عبر ربط وحاط مو يمسر إن معلك على صوت عنق هدي حال الدين سأي محمد أي ليرتو معلك على صوته هدو إلى الدنيا معلك على صوته اللي كل مسلم جديد قعد دلاش مركا والدين محمد بردار ما نون هذا القصيدة رانيني إن المها قرآن كمركا يبغان عنق هدو محمد هاي ما دام أن أغنيه إلما مركا القرآن كبغان أو أنا كمعلمين حتى أن أغنيه عرق إذن الوريرة مركو إن هذا القرآن أغبغو وشي مركو ودل قادنا ومدل قادنا هذا لك مركو ودل قادنا ومدل قادنا أنا أنت مركو ودل قادنا ومدل قادنا فرد إذا مركو ودل قادنا ومدل قادنا بقص عرق مركو نجري يا بحر بو قادنا وأغنى أنا وقت بغان المعلم لها مركا هذا مركا محمولين مع مركا كوكو مناسبة إن العلم جواني سوء ودجس مر ما حد يتقفك قل أي وحبك قاعدي إني عراني محاكو داي إلا عاي أنت اللي بوتي داخل لك بحي وحبك وترتيب الموجي مر ما عنيد الدردار ما إلمها مركا القرآن كبغان والدين تبعانو دردار ما علم قلنا القرآن كيفتي ما دام أين وقتوحوا بعلم قلنا القرآن كالدياري كلام إليه قفك الدياري سيد هذا شيخ ونوشة بخير الله سيئة كلام إليه قفك الإله سبحانه وتعالى حديث النبي جمهوها إله سبحانه وتعالى دب لي إن لله أهلين من النص إله سبحانه وتعالى دب لي صحابة ويدين من هم يا رسول الله أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وددك قرآن كعفدسة إله سبحانه دد أهل بولي إيه الكاس وددك قرآن كعفدسة بالي هذا ما حضر لي قيام مرك لا تقول عنق القرآن كعفدي أما أرديك القرآن كعفدي والدك تاج بالله صاري ورفايو والعلم لا فريدة سيد القرآن هذا أقولت عنق أنا أتكو تربيين يسئلوا نقض القرآن كلام كإله سبحانه وتعالى هذا هو تاج يقول أما واحد كستعيسو أما ملك استعاد أما مريك مضاف أما بلجي مضاف دينت إله واحد أما مليه مرك دبعا علم لا كسرين هذا لك هل الددار ilmaha quraanka bugeen quraanka culuga ku xisilo mutunta ku xifdiyo quraanka ku xifdiyo tan labaad ilmaha waxaan ku leeyahay kuma sii diide marka ay yanyar yihiin waxa muhiim waalidka inuu aad u dadaalo marka saa ilayahay ana oo kaamay macallin ah idan ka macallimiin aad culuga markuu farbar u yahay aad buu u dhibaniya muxuu kugu dhigay qarinka adiga waa u soo gada hooyo way soo gali galaaska markuu maala maanta dhan u dambeeyay intuu ka intuu geey meej ugu dambeeyay soo geey bilmo hogada isha qarin ma haysto kalaaska markuu soo galo adi maamada way cunugan qaylaanta joogal oo maamada waa wareertay saddex dabijin ay mi goor soo dhigtay guri marka dabcan macallimiinta taad inay iyadana ay dulqaad ku muujiyaan waalidiinta ay dadaalaan intaas aan ku soo gaabina oo qasiru kalaami ilaahuna wa assalaamu alaykum assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan salaameynaa al markas daru saxaaba al quraanun kariim إن شاء الله بكم لاحقون همان تسكوه من حفلة دوين مركز دار الصحابة والدين تي معلمين تقار الله سيئ وحاقون دعين إنها الدكسوة مركز دار الصحابة وإلماء قرآن كنا ورد ميين انتا صنع
ماشي محاون كجرنا هذا معن تريك الوالم كجرنا وإنها شارع إنه قاطان قير الله سيشي عبدقان يشيقيه سه إلما قرآن كإنه يحذيين ما شاء الله حافظ القرآن بو إله إنه قدقى شيقيه أنا قير الله سيشي دكسك أنا الله بركيه مركز الدار الصحاوة وحان إلهي أغبري إنا كي بركوه وآقريه أدنبه والدين تي إيه الكوذي إلما أنفع الله كدقى كي آقريه أدنبه أنفع الله نوضي القرآن كريم كيه كو قرآن كقاتان والدين تي ومسلمين تي مساكين تي قرآن كإلهي أوقر قاران الله نغدقى وحان أدعين إنا أم إلهي أبري إنا شي عبدقالي إيه الكيسي إيه والدين تيسي إنه إلهي بركة يا معلمين تيسه يا معلمين تيسه يا عربي يا تفسير كي يحلب ونبر إلنا قير الله سيشاق عنك مركز الدار الصحاوة إلهي بركة يا إلهي إلما بغين دوكسك أحلب كبرتانا أف عربي يحلب برتانا الله نبرك يا ويل إقور بو شاقيا عنك أنا قير الله سيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنو ما هدعينا يا معلمين فينا شرفت بضم ومحليه القرآن كريم إلهي كلام كيسا إلبها نوبران إلهي هبارك يا حوين ما هدسيهين ما هدبان يعلينا إنا إلهي ما معرسل لكين يقان صحان سعب تقني يا معلمين سيسا إلهي إنا هبارك يا إلهي جنة يفردو سنة حكا ورابية ما هنك قيامة إن شاء الله تعالى تاس ومد كوبات ومحليه القرآن كريم كسابسن تنكل وحاوي ما عاد كان لفري محي هذي مركب الدار الصحابة وعارف جو كوساب سن وحاوي وحن والدين تمحي هذي عن كبرنا يا أما محي هذي قعد سنة ما عارف جان لفري أنا محي هذي إن شاء الله تعالى الماسي هو ما تين محي هذي عارف جا قيد كلا وكقولي هو لفري أي تاي أنا كحساب تنا سيد القرآن كأنه لو فكر إني أكله إن أنا أبغى فكرنا أنا بجانا لو فري ما دام عقبت إلا بعض أي تهي مركا أول وحي هي تيجي لو غاد والدين تعسلوا بين إن محي هي لو عرب قد دكسي جو كده فرنا هذا أنا قول جوني على سمي مركا ما دام قول جوني على سمي قول جوا كنا هو بهاي وحياة فرب هذا هو بهاي حتى حلو بهان هاي قول جين ما لو محي هي إن شاء الله تعالى قرر وكسب سين هاي وعرفنا إن هي هي عن السنة ونهجات السنة مركب وحنا والدين تعان كأصلنا هدي لا هي سيد وراء إلما الله صدر هاي لنا أنا الله صدر إن شاء الله تعالى عن عربية سيد القرآن كوكلا عن أوقف فكر ما في استيسي وحول البابا مركب عن سهل قالنا إن شاء الله والدين تأتى هدنا هي هي وحنا كأصلنا نبعلك كريعة عن كدينين مركب إن شاء الله تعالى marka taas aan waalidiintana aan ku codsanayaa oo aad aan ayaga kaligood ahayna kulliganaba hadda kurtiga maahanay gacmo wada jir ay wax ku qabtaan la dhahay qof kaliya far kaliyana waxa la dhahay fool ma dhaqdo marka insha Allah taala waxaan rabnaa in maxay heeday markaska aan hagaajisano insha Allah asaga laftiisa ayaa waxyaalo badan u baahan marka insha Allah intaas aan ku soo koobayaa maxay heeday arintii maanta aan ka hadlayay waxaan doonaa heer inaan ka hadlo macadka سيد أكتهان مركز كبار الصحابة أقرأ وهو هل قيب وها قيب تاسنا وحينة قيب تحفيدك وحينة كوسك ورميني قيب متون إياه عربيك وأرضي كتب تهي كوسك بزنايان مقضى عربينا يكون برنايان وأنا قيب تمان تنماشا أن كفو كوسك بنديني قيب تنمكة رب سبحانه وتعالى هدو إذن من السعود دون ده وحان الأخرين دونا هوينكي والآخرين دونا عصركي والآخرين دونا سبت أحد نصوحي والآخرين دونا أرضي بثني ردي دونا مدى أفر سنة مدى أفر تسنة بولا يدمو أرضي ماشي لقي كسو بحي كرة والتصير كآخرين كرة نحوي دي قارن هايو مركا مطونت وقام بالو آخرين دونا معتك ونحبه مطونتا مثلا كتابك أربعين كوكولتا يعني جمرها يا عنقة المكان كان وأحاديث صدحة كتاب أرضي بون حفدني لقبل أفصمايا دشوا بقوان أرضي قافة من غفل السنة وحاول يعني أقول حلو شيء أرضي حديث كتاب كان كنت على ترى ولو شيء كده من كتاب قوات القرآن لو شيء أحاديث كتاب كان أنت قصة نقول يسأل لو شيء حديث كموضوع وقال الله لو شيء مكافرون تقدم واسياسي
والدينتا إمرتدي شرف دوان حقوق أبسنين إن إنسو بوالان مركز دار الصحابة إنكسو بوالان تسجيل في قبول كانوا في بلاوان دونا السبتي دي عندي تقول آي سو صوح السبت يا الله آخر هوا إي عصر كي هلينا أكلنا وحي قلي دونتا مغرب في قلي دونتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير الإخراج. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.